هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود. صفاء أبو السعود. النجم أحمد صيام في يوميات صفصف. بعدين معاكي تطاق. شوف انت اللي لا تطاقي. كان عندها حق مامي زمان لما كانت رافضة جوازتي منك. وكان عنده حق بابي لما كان رافض جوازي مني. حاتم. نعم. بطل كذب. باباك ما كانش عايش وانت بتتقدم لي لما كنت حتى بتقول الله يرحمك يا ابويا، مش فاكر؟ ثم انك ما كنتش بتقول عليه بابي خالص. ايوه صح انت، بس بابي ده بقى ده اسم دلع بتاع ابو واحد صاحبي ما كانش راضي عن الجوازه، وكان عايز يجوزني خالته كيداهم. هي حصلت كيداهم؟ يا ريت بقى نحط حد للمهزله دي. طلقني يا حاتم. يا ريت، بس للاسف مفيش مأذون في منطقتنا عشان اجيبه. فيه يا سي حاتم، فيه. ايه انت هنا من امتى يا ست انت؟ انهيني من قبل كيداهم كده بشويتين. طب قولي لي بقى، يطلع فين المأذون اللي بتقولي عليه؟ معقوله مفاجأة؟ اني وش الخير، مش هتصدقي، هنا في العمارة. هنا ايه؟ اطلع اجيبه عشان يطلقهم وبعدكو. قال ايه يا بنت معقولة انت؟ انت عاوزة طلاقة وتشبعي فيها لطن؟ انا بقول يعني الوقت دلوقتي متأخر، نستنى البكرة عصفصف. طيب ممكن كمان للأسبوع الجاي. لا الأسبوع الجاي أنا مش فاضي، خلينا نستنى للشهر الجاي. لا طب ممكن على فكرة للسنة الجاية برضو ينفع. لكن وليلي يا معقولة، اسمه إيه المأذون ده؟ اسمه الأستاذ ميمون. ميمون المأذون. ميمون؟ ده اسم قرد. معقولة؟ يا ستي، عايزة حاجة؟ طبعا عاوزة، أمال بنادي عليكي ليه؟ حكون بلين أحبالي الصوتية، بقالي ساعة بنادي عليكي، كنت فين؟ كنت
كنت في مشوار، كنت بصور ورق للأستاذ مأزون الميمون. إيه؟ قصدي ميمون المأزون. مشاورك كترت قوي للمأزون. هي العمارة دي ما فيهاش غير ميمون بس ولا إيه؟ تعالي تعالي اطلعي. يا معقولة انت يا بنت؟ يا معقولة؟ نعم نعم يا سي حاتم نعم. معقولة؟ معقولة يا معقولة؟ أفضل أنادي عليكي ساعة بحالها. معلش يا بي، كنت بجيب ورق اللي الأستاذ ميمون المأزون. أمره غريب الرجل المأمون، اسمه إيه؟ ميمون؟ أمره غريب أوي الأستاذ ميمون المأزون ده. طبعا غريب، شغل لنا البنت معقولة ويبعتها مشاوير طول النهار. تحسي كده ان الشعب كله بيتجوز ويتطلع عنده في واحد، ما بيونش الراجل ده. عندك حق والله. معقولة بتقول انه بيعمل في اليوم قسايم جواز وطلاق كتير جدا. هو ما فيش مأزون في مصر غيره، مع ان عمري ما شفت حد طالع له ولا هو نازل لهم ولا اي حاجة. بقولك ايه، ما تيجي نطلع له شقته ونشوف ايه الحكاية بالظبط. تعال يمكن يطلقنا كده على الماشي. من 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 انتم وعاوزين ايه بالضبط؟ من انتم ايه؟ مالك يا استاذ ميمون انت؟ احنا جيرانك يا اخي، جيرانك وجايين نتعرف عليك ونسلم عليك. تسلمون علي ليه؟ ليه؟ وده سؤال برضو يا استاذ ميمون. الجار للجار يا راجل، وبعدين هنفضل كده واقفين على الباب؟ مش هتدخلنا حضرتك جوه ولا ايه؟ لا، اصل الشقة مش متوضبة ولسه ما جبتش بقية العفش. يا راجل يا راجل مش مهم والله، لا قاعدة معاك في اي حتة تمام، احنا هنقعد على الارض. تفضلي يا صفصف عيني، تفضلي. اتفضل يا حاتم بيه. ياه ايه ده، عندك قسايم كتير قوي يا استاذ مأمون. ميمون ميمون استاذ ميمون. أيوه. اللهم لا حسد، اللهم لا حسد. هو عدم المؤاخذه يا استاذ ميمون، يعني حضرتك بتعمل كام في الصفيحه يعني؟ قصدي المؤاخذه، بتجوز كام واحد في اليوم؟ يا عندك اختام كتيره قوي يا استاذ ميمون. دي 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 اختامي، اختامي الشخصيه. يا راجل الله، ده انت منظم قوي بقى، عامل لكل جوازة ختم. مظبوط مظبوط، عامل لكل ختم جوازة، قصدي لكل جوازة ختم. وايه بقى المواد الكيميائية اللي في الأزايز دي يا أستاذ ميمون؟ انت فاتح معمل كيمياء بعد الظهر؟ دي برفانات. برفانات؟ برفانات. برفانات؟ ايوه برفانات وعطور. علشان وانا في الشغل يعني، علشان تبقى ريحتي حلوه وانا رايح الجوازات. والله عندك حق. بقول لحضرتك ايه، وانا ممكن اشماه؟ ممكن. يمكن ذوقنا يطلع متشابه يعني. ما اعتقدش. انا اصلي بحب روائح النفاذة. اصلها تركيب. انا بركبها ولسه ما ركبتش العطر الجديد. تخيل يا صفصف. إيه؟ انا عمري ما شفت لبس مأزوم بحقه حقيقي. ممكن يا استاذ ميمون، انا اسف يعني، اشوف لبس الشغل بتاعك اتصور بيه مرة؟ ويا ريت بقى تنزل الصورة بلبس المأزون على الانستجرام. إذا انتوا ليه كده؟ انا مستغربكم. اللبس بتاع المأزون ده في السيمة وبس، دلوقتي بنلبس تاجوال وجينز وساعات شورت شرعي. نعم شورت شرعي؟ ليه؟ حتى جوز رونالدو لجورجينا؟ على فكرة يا أستاذ ميمون، ميمون مأمون. أيوة. ميمون أنا. أيوة. فاهم اسمك أكتر منك. أيوة. شكل باين ميمون. كده الأسبوع اللي جاي واحد صاحبي ابنه هيتجوز، عاوزك تحضر وتعقد القرار بنفسك. أيوة أيوة سيدي. أنا كميمون لا. ليه؟ مش هينفع خالص، الأسبوع اللي جاي هكون تعبان شوية. هكون تعبان؟ الحاجي يا ستي صفصف، الحاجي الحاجين يا ستي، الحاجي يا سحادي. في البوليس قبض على المدعوك اللي اسمه ميمون المأزون. مأزون ايه بقى ده؟ لا طلع مأزون ولا حاجه، ده طلع البعيد نصاب مزوراتي. مزوراتي يعني ايه؟ يعني يصفصف بيزور قسايم جواز وطلاق للناس اللي عاوزين يعني، ولا مؤاخذه، قسايم مضروبه يعني زي جواز القاصرات. ايه انا قلبي كان حاسس،
قلبي كان حاسس ان الراجل ده مش طبيعي، كنت حاسس انه نصاب مزوراتي. يا خساره. خساره ليه يا صفصف؟ دلوقتي لما اتخانق انا وانت يا استاذ مين حيطلقنا من بعض؟ بسيطه، ندور على مزوراتي تاني يطلقنا. يا سلام وحياه بابي. كنتم مع يوميات صفصف، النجمه صفاء ابو الصعود. انا صفصف الدلوعه بالزياده، جمال ورقه هرمون السعاده، خد عيوني بس كلها دواء، وما تعملش فيها الكبير. عامله في البيت ازعاج زي الزحمه في الشارع، اللي جاله ارتجاج بوداني ما بقتش سامع. عايز طلباتك وبس وما يهمكش نخس، وامتى بس هتحس واشوف مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. يوميات صفصف، موسيقى والحان سيد الشاعر، توزيع شريف حمدان، هندسة صوتية محمد شعبان. يوميات صفصف تأليف احمد الأصبي، اخراج تامر شحاتة. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.